المشكلة عندها المدة نتاعها راه في عام، والمشكل شبكة الصرف الصحي، المياه القذرة راها غزات المقبرة. هنا دروك مشكل طحنا فيه راها في عام، والناس راها في حيرة في أمرها. وما يخفاش عليك احنا كمسلمين ويوم الجمعة رانا نتفكروا، رانا نجو هنا زيار المقابر وراهم يشوفوا، ولا نجيو ندفنوا ميت، نجو طاهرين عند الباب. الصرف الصحي يدخل لك المقبرة، هذا شوية حاجة ماهيش ما تشرفش لا الميت ولا اللي راح حي. احنا ماذا بينا هذا المشكل هذا؟ تشوف والاول الاول الاول الوالي سيدي بالعباس يتدخل في هذا الامر، المشكله هذه تقعدوا غير كل ساعه غدوه من غد، هذه راه في عام. ضرني قلبي، واليوم راني نطلب من وزير الداخليه، نطلب من سيد الوالي، نطلب من الشؤون الدينيه، نطلب من البريمي مينيست يتقدم الشيء اللي صار في المقبره نتاع مزاورو.